ساعتين و 12 دقيقة على اف ام احلى راديو لعبيلة تجيكم انت وحتى للثلاثة نتاع العشية. مساء الانوار, مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا داخل او خارج حدود الوطن. نسلموا برشا على الناس اللي تابع فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام ولا على الشان اي اف ام تي في على اليوتيوب مع اتصال تونس كالعادة ولا لا يقطعنا عادة معنا حتى حد يروح متغشش. هذا شعار اللي بدينا به وهذا شعار اللي ان شاء الله باش نواصلوا به طيلة الموسم اطوال 600 اطوال واحد دياز كود الربح كود يوصلك للالف دينار كان تكون واحد من المدبرين اللي يشاركوا معنا لايف كيف كيف يوصلك للالفين دينار كان تكون انت الفايز على الديجيتال. واخيرا وليس اخرا القرعة الصيفية اللي باش تكون ان شاء الله في شهر اوت هذية وقربة على الاخر القرعة 40 مليون نعم 40 الف دينار من هذية اتصالات تونس. حلقة الخميس 3 أوت 2023 حاضر محمد والغايب إبليس. اليوم القيدومة تترأس المباراة. فرحان برشا اللي معي اليوم سلمى هنتاتي. عسلمة سلمى. عسلمة وليد ومرحبا بكل مستمعين يا فهم. اليوم حلقة نسائية معناتها توحشنا الحلقات النسائية. هاني نلبي لكم في رغباتكم حتى أنا تحبوا نساء صافي تفضل ونعطيك معلومة اللي أنت اليوم باش تكون في مواجهة مباشرة مع معهد الصحافة وما أدراك ما معهد الصحافة. فرحان برشا اللي معي اليوم صديقتنا وزميلتنا اللي بالغايب عسلمة. إيه عاصمة وليد, عاصمة سلمى, عاصمة ليس الكل يسمعوا فينا على راديو اي اف ام. عندي برشا على الكرسي ذي دردارك احنا الباب مفتوح ديما للجميع ما تعرف يلا عندي ليها معزة خاصة برشا يا لله ربي فضلك المهم تربح وتربح. اخر مرة لعبت انا وياه وبيان سور معناتها انتصرت كالعادة والعوايد. سلمى انت مانيش عاطينك شارة القيادة هكاكا معناها من فراغ كابيتين فما نتائج قاعدة تحكي ربي تستر ربي يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نمشيو للولاية سليانة 31 عام مدام منيرة بوزيان. عسلامة لمنيرة. عسلامة مدام منيرة. اش احوالك يا منيرة؟ بالله اليوم نهاير سخون شوية سخون تشيشة هكا ولا اي في الخدمة ولا في الدار؟ لا في الدار. في الدار من الفطور تاب ونورمال مون في ايت ماشيين لل ماشيين للقيلوله صحيت. وشنو الفطور يا منيره؟ مقرونه زاده ثالث نهار تو اللي نكلمها تقولي مقرونه بيش ما اسهل حاجه مقرونه بالعلوش. مقرونه بالعلوش. العلوش تاع العيد ولا علوش جديد هذا؟ ليه علوش جديد؟ علوش العيد مشى على روحه. مشى على روحه. يلا منيرة قعد معنا ما تعرفش تليفون نمشيو مباشرة للمروج و42 عام. سي طارق برهومي. عسلامة طارق. عسلامة سي طارق. عسلامة. مرحبا بك. شنو أحوالك يا طارق؟ الحمد لله. صحة بخير يا طارق. الحمد لله يعطيك الصحة الحمد لله. في الخدمة ولا في الدار يا طارق؟ مروح من الخدمة. مروح من الخدمة. تحية للخدمة يا طارق. يعيشك. طارق حاضر المباراة ان شاء الله. مالا مازلت ما فطرتش؟ مازلت بيصير مازلت مروح مازلت في السيركولاسيون نورمالمون. اي هكاك قريب نوصل كملوا ساعتين غير ربع خطرة. به طارق منيرة سؤال 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يكون ضمن فريق أي بالغايب ولا ضمن سلمى ضمن فريق سلمى. أنت تتبقى قبل هذا باش نمشيو احنا مع زميلتنا شيماء باش نشوفوا أحوال الطرقات. لا يا بالغايب مستانس انت تقدموا بربي باش نسك سؤال باش نسك سؤال ما هي كي تعطي الرومبوينات الكل مسكري ها وكي تعطي الطرقات الكل مسكري. انا عندي اقتراح ونتصور السادة المستمعين زاد يحبوا يقترحوه اعطيهم حلول معناها باريكزامبل اللي ما تحصر في رومبوان بندح
تنجم تمشي على كذا زهروني اي بيتيت خوي اللي ما روتيك صرا مسكره تنجم تمشي على البلفيدير وتدور من درشنو وتمشي على حي الخضرة. احنا نلبيو طلبي تاكسي وليد ومو غدوه باش نعطي الحلول. يا وليد المشكل فما اوقات معناتها تحكي رومبوان بندح يبدا في سيركولاسيون زهروني فيها سيركولاسيون النجم غادي ما لما تقوليش بقيه الحل الوحيد هو توسع بالك وتحط راديو اي اف ام وتعمل معنا جوله اللي تخلط يا سلمى إنا مش حلته هو تعرف من شنو يقلق وليد من الجملة الأخرى اللي نقولها سينو الحركة عادية في بقية الجهيد نشكره مستمعين معنى إنا سكرتها الكل بعد قولوا سينو حركة عادية احنا ما في فهم نحكي كل شيء نحسها معناها خاتمة بيتهم بدل الخاتمة فما بارادوكس فما معناها تتكونترو دي معناها تحكي حاجة وتحكي لي حاجة أخرى ماني نحب نحلها في وجوههم معنى سينو إن شاء الله محلولة في وجوه التوانسة الكل يا ربي خلينا نمشيو الشيمة لصديقتنا شيمة خلينا نشوفوا حوالو الطرقات تتسويت لنفو ترافيك ساعتين 21 دقيقة علي فيم أحلى راديو مازلنا واصلين معكم حتى للثلاثة متاع العشية طوال 600 طوال 1 دي اسكود يوصلك للأربعين ألف دينار نمشيو مباشرة المدام منيرة ليديز فيرست مدام منيرة 10 ثواني مطالبة انك تعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت حاضرة منيرة ولا حاضرة ولا رزنت بالمقرونة بالعلوش ولا كيف لا حاضرة قلت بكش هكا وقت عارف مقرونة بالعلوش لازمها نومة لا نعشتها أيوة. بالحمص والبطاطا مدام منيرة لا مقرونة بالعلوش شو معي باش حط فيها فاملي ما يحطوش تبدا حال لا اتصور لا اتصور ولا لا فلس خانة هاي منيرة 10 ثواني يا منيرة سؤال يقول سمي لي ثلاثة بلدان يطلوا على البحر الأبيض المتوسط منيرة طول هاي امشي هذيك هي تو احنا تونس اي تونس تونس يا منيرة جزائر المغرب لبنان مصر كلهم يطلوا على البحر الابيض المتوسط ايطاليا ما بك يا منيرة يلا مثال شي جابة صحيحة في 10 ثواني نمشي لطارق ظهر لي يا طارق المأمورية سهلت طارق وي المأمورية سهلت ظهر لي يا طارق اون برانسيف اون برانسيف اجابة واحدة في ثانية معناتها ميز معطيني اجابة ولا زوز اجابات في اقل من 10 ثواني يلا طارق صديقي يا سوالي قول سمي لي ثلاثة حاجات قليل وين نطيبوهم في الصيف وين نطيبوهم في الصيف مدفونة هاي كسكسي هاي لبليبي لبليبي محمصة برغل هذوما كل من يكلوهم شي الصيف حتى الكسكسي زاد قليل الكسكسي ليلي ياكلوه في الصيف الكسكسي بالحوت هو ما ياكلوش طارق ما ياكلوش سبحان الله ما يطيبوش بعدو الدلاع ولا بطيخ ما نتكلموش مع بعضنا باش تدخلوا في عادات وتقاليد صيف قالك في الصيف ما ياكلش كسكسي سبحان الله معناها من سي ولا طارق صحيح ما ناكلوش برشا صحيح يلا طارق لك الاختيار كنت ان توكا الاجابه الاولى اسرع من مدام منيره كلكو سوا نعتبروا له الاجابه الثانيه صحيحه ولا لا اجابته الاولى كانت اسرع من مدام منيره يلا طارق اسمعني كان من تليفون عايشك نقص من نقص في الراديو واعطيني الفريق فريق سلمى ولا فريق ايه ايه فريق مدام سلمى سمعت كل كابيتان كابيتان خويا قيدوم اخويا شارت في الوجهه شارت القيادة اوكي على السلامه طارق مع سلمى مدام منيرة مع ايه بالغايب نمشيو مباشرة للسؤال الاولى وهي سؤال البزر ايه يا سلمى يديكم على البزر من ستكون الاسرع السؤال يقول عاصمة سلطنة عمان هي مسقط مسقط جواب صحيح هي سلطنة عمان اعتذر هي سلطنة عمان عمان هي في الأردن دونك سلطنة عمان مسقط جواب صحيح برافو سلمى أحسنتي دونك عندك الأولوية معك طارق طارق
يلا 30 ثانية طارق، سؤال على نقطة تشاور أنت وسلمى تعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول وين تجي أعلى نافورة ارتفاعا في العالم؟ نافورة الاقتراحات في باريس وإلا في دبي وإلا في جدة؟ طارق أعلى طارق عندك فكرة؟ والله الحقيقة لا. هي انا نقول في جدة تبعني، هي تعرفت بنافورة جدة ونافورة ملك فهد، هو اللي هداها هو هداها للسعودية. اوه دون تبعك الحقيقة ما عنديش فكرة عليه. اي تبعك تبع سلمى جاوبني. هي اي وين جي اعلى نافورة ارتفاعا في العالم؟ بين باريس دبي وجدة. سلمى اختارت. انا اتوقع انها نافورة الملك فهد، اللي هو ملك فهد ال سعود، اللي يهديها لجدة، ويظهر لي تفوت ارتفاعها اكثر من 300 متر. هي حطمت الارقام القياسية حسب موسوعة جينيس للارقام القياسية، وتقع امام شواطئ مدينة جدة. جواب صحيح، برافو. نقطة أولى، خطوة أولى للدورة النهائية صديقي طارق. وهذا حسب معناها حسب رأيي اختيار صعب. الاختيار كان صائبا. أنا هاني ساكتة. أنا نلعب بسكيت. هو تو قاعد يقول الاختيار نتاعي يقول صح عليا. صح عليا. يقول قل لي حب. يقول لي حب. يلا سؤال الأولى مرة أخرى. سلمى أي السؤال يقول. هذه سهلة مهلة. قديش فما من لاعب كرة قدم في ماتش؟ في ماتش ماني 11 و11 22. جواب صحيح. نسخاك مش قولي 11. ليه؟ انا الحقيقة مشيت ل 11 بالحق. بمازل صحيح. هو السؤال بالحق في بيش هي ايكيب 11 صحيح. في ماتش 22. ليه؟ خاطر انا وقفت مع كرة القدم. صحيح. يلا اسمع، ما كنت حب ان نكبروا زيدا ان نشوفوا جماعة البنك الاحتياط. ماذا بيك تزيد؟ لا نحكيه في الملعب معناه قاعدين في المباراة يلعبوا ديجا يكوروا. يلا معك مدام منيرة. منيرة نعم. هيا يا منيرة عندك 30 ثانية باش تعدل النتيجة. يا منيرة اتفقنا ان شاء الله. ركز تشاور انت وهي تعطيوني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول شنو معناها كلمة فرعون؟ الاقتراحات، هل هو الرجل القوي أم الملك الأكبر أو البيت العظيم؟ مدام منيرة عندك فكرة شنية معناها كلمة فرعون؟ الرجل القوي، الملك الأكبر، وإلا البيت العظيم؟ أنت شنو تقول؟ عندي هكا كاين الملك الأكبر، ما نعرفش باش نزيد ناخذ رأيك. الملك الأكبر ما عمري ما سمعتها. أنا نمشي في البيت العظيم. بون خاطر الرجل القوي نعرفه ماهوش فرعون. أنا نقول البيت العظيم. باش مالا شنو رجل قوي كان موش فرعون؟ توفى بالخار نسيتها. اي توفى بالخار. ظهر لي ليه ظهر لي متاع المغول، متاع امبراطورية المغول. ماكش بعيدة. ظهر لي الرجل القوي متاع امبراطورية. اما فرعون في جاكيس مصر خان. جاكيس خان. به خلينا نسمع منيرة. منيرة اي استبعدت الرجل القوي قد نعرفها. ما نجمش يكون فرعون. قاعدة تشك بين الملك الأكبر البيت العظيم، شات في البيت العظيم. أنت شنو رأيك؟ أكاو في التوقيت إيه عايشك خليها تختار. يلا البيت العظيم. البيت العظيم دونك باش تتبع إيه ولا تمشي اللي مشيت فيه إيه. دونك هي اختارت بين شكت بين الملك الأكبر والبيت العظيم، مشيت للبيت العظيم بما أنه بان إليميناسيون استبعدت الرجل القوي بما أنه هو قلت جنكيز خان ولا يوفى بالخان. دونك هو الرجل القوي، هو خان رمز القوة. قوة. مدام منيرة نعم، كان ربحت في القرعة كنت باش تختار إيه ولا؟ بكل أمانة ومصداقية وشفافية. ها بتبيع. عجيب يا مدام منيرة. عجيب يا منيرة.
عيني في عينك يا مدام منيرة. راك ماكله مقرونه بالعلوش يا منيرة. ما معنى كلمة فرعون بين الرجل القوي الملك الأكبر البيت العظيم يا منيرة؟ تبعت آية والإجابة صحيحة. برافو. نقطة التعادل، تحليلك منطقي. برافو، لأنه بالحق معناه الرجل القوي ما زلنا كيسألنا عليه. ما زلنا كيسألنا عليه. دونك الخان هو رمز القوة، رمز القوة والجبروت. نقطة التعادل بين سلمى وبين آية. نمشي مباشرة للسؤال اللي باش يفصل المباراة. يا منيرة تمر للدور النهائي، يا طارق يمر للدور النهائي. السؤال يقول: أنا هي البلاصة الموجودة في تونس نجم تشري فيها البحر؟ قرقنا. قرقنا، جواب صحيح. قرقنا، أحسنتي. هذه أنا عارف أحكيه لي خاطر خالد جمع يمشي غاديك القرقنا، كل شيء نسيبه فهمت غادي يربوا الحوت. ليه عمري بالحق ما استغربت شنيا عبيد تشري بحر ذي، ما عندهم بحر ملكهم الخاص، ملكهم ورقة ملكية البحر بياسير بحر ذي كنتيعي. ايه يربي فيه الحوت تاع العروشية. انا لحقيقة اندهشت معناتها في بالي حاجة ما تتشريش. اي ايه كيف شكي نغزر الكيستيون يش نصدقها. لا فما فما غلطة معناتها. لا لا قرقنا ويربيو الحوت فما شويبي والدنيا غاديكا وقاروس عندهم الفلوكة. فيرما فيرما تتسمى، فيرمات يتسميو فيرما. به برافو. ايه برافو معك منيرة. منيرة نعم. هيا فيق لي يا منيرة، ما كانش شنو تاو صح صح 30 ثانية منيرة تشاور انت وايه تعطيني الاجابة قبل ما يفوت التوقيت. مع العلم يا منيرة السؤال هذا يوصلك للدور النهائي مباشرة. السؤال يقول: شنو هي الخدمة اللي خدموها تقريبا جميع الأنبياء؟ الاقتراحات: التجارة وإلا الزراعة وإلا رعي الأغنام. مدام منيرة عندك فكرة شنو هي الخدمة اللي خدموها تقريبا جميع الأنبياء؟ التجارة، الزراعة وإلا رعي الأغنام؟ رعي الأغنام زعما، معرفش تشاوروا معاه. أين الحقيقة شيكة ما بين التجارة ورعي الأغنام، خاطر نتذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى بالأغنام. صلى الله عليه وسلم. أي أما ما نعرفش إسكو جميع الأنبياء. أنت التوقيت. معرفش زيرة علي. أنت التوقيت منيرة، أعطيني الإجابة. أي ما عنديش الإجابة، قلت لك أنا نستبعد كان الزراعة. أعطيني الإجابة منيرة عايشك. أي منيرة. ما نعرفش. ملانة باش نعرف. يا منيرة رعي الأغنام. رعي الأغنام جواب نهائي سيد المخرج. رعي الأغنام. شكيت شوية في التجارة كي قالت لك تجارة آية. شكيت شوية في التجارة، أما هي معناها قلت لها أنت لسيد للرسول صلى الله عليه وسلم هذيك القصة اللي نعرفها. كان رعي أغنام وظهر لي زيد سيدنا يوسف، خاطر تفرجت في سيدنا عيسى سيدنا يعقوب. دونك معظم الأنبياء الخدمة اللي خدموها كانت رعي الأغنام. جواب صحيح. برافو منيرة. برافو منيرة، مبروك عليك الدور النهائي يا منيرة. نتلقاو بعد شوية منيرة في الدور النهائي. طارق يا صديقي، طارق يا طارق، اسمع طارق اسمع، استفزيناها ايه يا اخي الحقيقه. لا هي الحقيقه كنت زهر على خاطر معناتها نجهل انه فما بحر يتشري. اي ما نعرفها المعلومه. يتشري. طارق مبروك عليك بوند اشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس. مبروك عليك يا طارق. ونخلي لك كلمة الختام صديقي العزيز. بارك الله فيك وبارك الله في الناس كل غادي ومدام سلمى، وان شاء الله المرة الجاية. ان شاء الله المرة الجاية يا طارق يا باهي. جارية توا عاد فطور ونومة برا هاكا بالله. عاشك يا طارق، ميرسي بوكو، مبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس اتوال 600 اتوال 1 دي اس كود يوصلك لل 40 مليون في صيف السنة. يلا ترتاح صغيرة مع البيبر جاي. بعد شوية مكملين في العب يلا مع وليد زريات على إيافام أحلى راديو. وانت
انت في الخدمه ولا ريكش في الدار، تحل التلفزه باش تعرف الاخبار، تراسيلك بالتيليكوموند، تبدل من شين لشين، خاطر الكلها سوق ودلال. تسمع كان الليفريزون بلاش وصوم القطعه هذيك قداش. انسى البيع والشراء وكونكتي تلفزتك على EFM TV وين تلقى لانفو سبور لاكتواليتي البوليتيك برشا ضحك وفادي. تابعوا برامجنا اليومية كامل أيام الأسبوع 24 ساعة على 24 على EFM TV سور يوتيوب. EFM أحلى راديو. و 35 دقيقة على EFM أحلى راديو. الرحلة مازالت متواصلة حتى للثلاثة متاع العشية. روندة أولى تنتصر فيها آية عن جدار. شكون ما يعرفش اللي البحر في قرقنا يتشري أبار سلمة. يلا سيدي نمشيو للروندة الثانية. نمشيو لمدام نبيها رجب. شحوالك اللي نبيها؟ عسلمة. شحوالك اللي نبيها؟ الحمد لله. الصحة بخير الحمد لله. في الدار مدام نبيها؟ دار يعني أنا وشدة ولد ولادي. ولاد ولادك ربي يفضلهم. لله ربي يفضلهم لك. إيش اسمهم ولاد ولادك؟ قصي وإسلام. قصي وإسلام. باش كون أكثر واحد فيهم هايش ترى؟ كيفاه؟ شكون أكثر واحد فيهم هايش؟ قاسم. قاسم قاسم. وانت قلت لي قصي؟ قصي واسلام. واسلام. قاسم شكونه قاسم؟ الكبير قاسم. الكبير. بحذاك انت توق قصي واسلام وفما قاسم اللي مش بحذاك هو اللي هيج. باه فهمت العمليه. باه مدام ربيع حاضر المباراة؟ حاضر. وباش يعاونوك ولاد ولادك قد اعمارهم؟ 5 و4 و10. لا انت باش تعاونهم. باش نجم نسمع. يلا ركز معنا مدام نبيها ما تعلقش تليفون. نمشيو للصفاقس. 40 عام سي محمد سيالة. عسان سي محمد. عسان محمد. شنو احوالك يا سي محمد؟ والله الحمد لله بخير. نحبوا تحية للصفاقسية الكل اكيد ولاية صفاقس. واللي في بالي به اللي انت في الادارة متاع سي اس اس هكا ولا ايه؟ ان شاء الله حظ موفق للنادي الصفاقسي وان شاء الله يا ربي هالأزمة تنفرج هكا ولا يا سي محمد؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيتم في كل الجهود ان شاء الله ان شاء الله يا رب الجمهور وطبقة ترام. لا اسمع صفاقسي ما تخافش عليهم يا سي محمد. تعرف هذا ولا وقت تحك وقت تحك قول لاخر وقت تحك الركب ما يفاد الكوش. ها ان شاء الله. عاصمة الجنوب يا سي محمد. اكيد 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 اكيد. يلا سي محمد ودمنا بها. سؤال 10 ثواني 10 ثواني. اللي يعطيني 3 إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار. يا يكون ضمن فريق سلمى هنتاتي اللي ما تعرفش اللي قرقنا فيها بحر يتشري. فضحك يا سلمى. وإلا عادي نتصور فما برشا ما يعرفوش خاطر أنا اللي نعرفه معناتها البحر هو معناتها ملك عام معناتها ما نجمش يكون ملك خاص. وصارت عليها بعد الثورة معناتها بوليميك وحكاوا عليها كيفاش الوتلة يخليوا البحورات ما يخليوش العباد تدخل وتعوم. دونك نعرف اللي هو توليت تتشرف الدنيا وكذا. صح عليك. به هي ولا يكون ضمن فريق إلا إيه بالغايب. نبدأ بك أنت مدام نبيها. 10 ثواني سؤال يقول له. مدام نبيها سمي لي 3 مدن سياحية في تونس. شوشة منستير تبرقة. تبرق. صحيح. أحسنتي يلا نبيها أحسنتي. ملا نبيها. به عندك 3 إجابات صحيحة في 4 ثواني. برافو مدام نبيها. نمشيو لسي محمد. سي محمد مأمورية صعبة شوية ماهيش مستحيلة ولكن شوية تركيز. حاضر؟ حاضر. سهلة مهلة ذي. السؤال يقول سمي لي 3 جوارات توانسة. اسكندر صويح زبير ضيع علي سليمي. الله كاي كورة عاد جاتوا هذا يقول لك احنا قبل كي كنا نكور يقول لك جاتوا مبسة هكا ولا سي محمد؟ راس جاتوا في الميدان نتاعو في 3 ثواني 3 اجابات صحيحة. سي محمد سيالة لك الاختيار.
يا تكون ضمن فريق سلمى والا ضمن فريق اي هو سيدي باش نكون معها مزدوج. انا حاسس ان سلمى عندها روفونس ومستعمل روفونس. تعرف يا سي محمد انا كنت باش نقول لك توكي نربحوا نغني لك ميا موري، اما انت سايس كي نحنا كي نحنا نربحوا انت ميا موري، لا كي نحنا نربحوا انت غنيه لنا. ليك هاو تو سي محمد. سي محمد سي محمد مع سلمى مدام نبيها مع ايا. نمشي مباشره للسؤال البزر، سؤال السرعه. ايا سلمى سؤال يقول اش يقول المثل اللي يعرف عزو كلام الناس ما يهزو. كلام الناس ما يهزو جواب صحيح. هذه تنطبق على ايا معناتها، هذه تنطبق على اللي يفهموا يفهم المثل اللي يعرف عزو كلام الناس ما يهزوش. ما يهزهاش كلامك اللي تقول له باش طايح على والله وليد بالحق. المثل الذي نحبوه برش اللي يعرف عزو، تعرف اللي يعرف عزو عزت نفسه واللي يقدر روحه واللي يحب روحه واللي يوثق من روحه. كلميت العبيد والانطغاج وكل يجبل ما يهزك ريح، يجبل ما يهزك ريح. حتى وليد ينطبق عليه المثل. انا ديما ما يهزني حتى ريح الحمد لله وفضل ما عند ربي الحمد لله. هيا مدام نبيه. نعم. إلا نبيها شنو الفطور اليوم؟ مقرونة. ما تقوليش مقرونة بجاه ربي، لا تقولي مقرونة. مقلي. مقلي. مقلي انت عصيف مقلي هكا صيفي صيفي. أيا مدام نبيها عندك 30 ثانية تتشاور أنت وهي تعطيوني الإجابة قبل ما يفات التوقيت. السؤال يقول أنا هي أول دولة طبعت العملة النقدية الورقية في بلاصة النقود الذهبية والفضية. الاقتراحات، هل هي العراق ام الصين ام تركيا؟ مادام بيها عندك فكره انهي هي الدوله اللي طبعت النقود الورقيه في بلاصه النقود الذهبيه والفضيه؟ تركيا الصين ولا العراق؟ شنو تقول انت؟ ما نفكرش برشا، ما نفكر المسلمين وقتها فما حاجه كاي. انا شو نعرف اللي فما وقتها في الدوله العباسيه معناها ذهب وفضه والكل العراق، ما الورقيه ما نصورش معناها نمشي ما بين الصين وتركيا. انا الحقيقه معناها اي الوراق خاطر جو بونس اي اللي انا بها انا شيكه في الـ في الـ في الصين خاطر نحطوا الصين. مالها اعطيوني الاجابه قبل ما يفات التوقيت. الصين وانتهى التوقيت خاطر طلعوا كل شيء. خليها هي تجاوب يعيشك. اي اعطيني الاجابه جواب نهائي الصين اللي قالت اي الصين جواب نهائي الصين. أنا هي أول دولة طبعت العملة النقدية الورقية في بلاصة النقود الذهبية والفضية بين العراق والصين وتركيا. أنت استبعدت العراق هي من الدقيقة الأولى وخليت روحك بين الصين وتركيا، ومدام نبيها مشيت معاك في نفس الرأي هكا ولا مدام نبيها اخترت الصين. أول دولة ولا أول بلد طبع العملة الورقية في عهد سلالة تونغ هي الصين. جواب صحيح برافو يا مدام نبيها. احسنت يا مدام نبيها. مدام نبيها عنا نقطة به يا نقطة صحيح المقلي ونقطة به ها يا مدام نبيها. نعم معك. ميرسي ميرسي يعيش بارك الله فيك يلا سؤال لو مرة أخرى سلمى. ايه السؤال يقول كم عدد أوتار آلة العود؟ خمسة والجيتار الكلاسيكية ستة. خمسة جواب صحيح برافو برافو. عفوا سلمى توا العود الحديد نجمو نزيدوه نزيدوه الوتر السادس وفما الوتر السابع اللي هما توا اللي يصفوا فيهم على الاوكسيدونتير واللي يدخلوا في العود معني باش تعرف هكا دوري مي فا سول لا سي دو دونك واللي هما خمسه راهو العود. هاي طلعت طفله اي بنت موسيقار كبير يا اخي نسيت رياض النهدي اش قال البارح صاحبه الموسيقار با يا ربي فضله ربي فضله سيب الغايب ربي فضله يعيشك. سلمى معك سي محمد. سي محمد اي ويستنى في غنية الاغنية شنية قلتها هي إيه تو اين الاغنية قلت ميا موري ميا موري ميا موري ميا موري ميا موري ويستنى خير من الاغنية هو النقطة نتاع التعادل. يلا سؤال لو السؤال اللي فيه نقطة التعادل سلمى سي محمد 30 ثانية. السؤال يقول له إذي عاد سهلة مهلة الفنان فريد الأطرش أصيل دولة الاقتراحات
مصر سوريا وإلا لبنان. سي محمد عندك فكرة على الفنان فريد لطرش أصيل دولة مصر سوريا وإلا لبنان؟ احنا مصر مرمى المولى رنا في مصر أخذت نهان أخته اللي نتذكرها متشكك بين سوريا وما بين لبنان. أنا نمشي أكثر لبنان وخليك لك أنت الاختيار. أنا من الجنة اللي نعطى في يدك لبنان. جواب نهائي. جواب نهائي سوريا سي محمد. مشو سوريا 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 مش لبنان. مش ما سوريا متأكدة. شبيك خفت كتابة وما فهمت ما. لا مش خفت ما قعدت نسترجع. أنا نعرف اللي هو مش أصل معناتها مصر دولة مصر. بلول مشيت لبنان. أما توم سي محمد سي محمد شوف أمورك خطرة ما عنديش الإجابة. قاعدة تجاوب بالزهر دخلت بعضها هاو سوريا هاو لبنان. اختار أنت. هي قالت لك انا موافقتك في حكايه مصر. الانفورماسيون اكزاكت بالضبط لا اما نتذكر وقتها جابوا دوكيومونتير على اسمها هان اخته. اي اللي هما ما هماش مصارى اصلا. اصلا الاصيل نتاعهم بون لبنان ولا سوريا. تو مش نبدل سوريا مش نقول جواب نهائي. انت معاك انت معاك يا سلمى. وين باش تهزوا هاو معاك؟ لا هو مشالش هو من الاول مشى لسوريا. صحيت هو مشى لسوريا من الاول ولكن سلمى ما فهمتش شكت بين لبنان قالت له لبنان من بعد كي بدل رايه وهي خافت قالت له لا 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 سوريا سوريا. لا هو مش خفت علينا معناتها نسترجع لي مره تقابلت مع الفنانه ميدا الحنيمي وقت جات لتونس وغنيت في صفاقس وبارمي معناتها لي ديسكسيون اللي حكينا عليهم معناتها فوالا حكينا على فريد لطرش اللي هو من سوريا. ذاك علاش معناتها في ساعه ورجعت قلت له لا لا راهي سوريا. طفلة حكيت مع سمعت مع شكون تحكي فيها عباره. انا قلت حكيت مع ما نعرفش انا مع ولد خالتي مع ولد عمتي. نجا سلم عليها برشا وقعدت انا وياها لحد الان. قعدت انا وميادة الحناوي. انا وميادة الحناوي في سام شو تقول فيها حادي معنا ميادة الحناوي معنا. عظيمة يا ميادة الحناوي. يا سي محمد الجواب صحيح سوريا. فنان فريد العطرش اصيل سوريا. دونك الحمد لله ما بدلتش رايك سي محمد. دونك نقطه لسي محمد نقطه للمدام نبيها. قبل ما نواصلوا المباراه ونعرفوا شكون باش يمر للدور النهائي نمشي مباشره لاحوال الطرقات مع زميلتنا شيماء في لافو ترافيك. ساعتين وتسعة واربعين دقيقة ليفا محلى رجو. ما زلت رحلة متواصلة حتى للثلاثة متاع العشية اتوال 600 اتوال واحد دياس كود يوصلك للاربعين مليون اربعين الف دينار من هدية اتصالات تونس. والقرعة قربت وباش تكون ان شاء الله في هذا الشهر في شهر اوت. نرجعوا للروندة الثانية مدامنا بيها سي محمد واحد واحد نقطة 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 الثانية هي اللي توصلك للدور النهائي. مدام نبيها سي محمد تقعدوا تسمعوا فقط. سلمى ايا شكون فيكم باش تكون الاسرع على البزار؟ السؤال يقول الشجره الموجوده على علم لبنان هي الروز الارز شجره الارز الارز ليه هي شجره الارز مش الارز روز رديت ولا مقرونه روز اضحك عليها شوية سيد مخرج الروز قاتلك روز جربي ولا روز ولا روز بالجيج شجرة المقرونة. يلا سلمى معك مدام معك سي محمد. هاي سي محمد 30 ثانية سي محمد سؤال على نقطة يوصلك للدورة النهائي. السؤال يقول في أي شهر صارت غزوة بدر؟ الاقتراحات شهر شعبان ولا شهر رمضان ولا شهر محرم؟ سي محمد عندك فكرة في أي شهر صارت غزوة بدر؟ بدر شهر شعبان شهر لي هكا مش أحد يقعد شهر رمضان ومحرم غزوة بدر بننشي شوية شهر رمضان وما نعرفش سلمى إذا كانت الانفورماسيون. إلى المعلومة ما عنديش أما تنصور نختار كيفك سي محمد
نتوكلوا على ربي. نتوكلوا على ربي أعز كلمة نجم تتقال. مال على شكون باش نتوكلوا يا سي محمد؟ أكيد كنا على المولى. في أي شهر صارت غزوة بدر؟ استبعدت شهر شعبان، قعدت بين شهر رمضان وشهر محرم. سلمى قالت لك ما عنديش الإجابة، امشيت لشهر رمضان تحديدا في 17، وكان حدثا عظيما هو بداية الانتصارات للمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. دونك سي محمد وانت اسم على مسمى، وما فماش احلى من الاسم هذا يا محمد. مبروك عليك الدور النهائي شهر رمضان. برافو 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 برافو. مبروك عليك الدور النهائي سي محمد. نتلقاو بعد شويه. انت تغني لنا، انت باش تغني، باش تغني. خاسره خاسره نغاره. او يا نغاره. خلينا نشوف مدام نبيها عايشك. خد مدام نبيها متبيريه ممتازه محلاها امرأة فاضلة، اغزر شدة الاحفاد متاعها والفطور تاب وفطروا والامور كل مريقلة. مبروك عليك بوندا شاقيمته 100 دينار من هدية صلاة تونس. مدام نبيها نسلم عليك برشا، خلي كلمة الختام على شكون تحب تسلم مدام نبيها؟ هاي العائلة وعليكم وعلى شعب تونس الكل. واحنا نسلم عليك برشا، يعيشك يا مدام نبيها، ونسلم على اولادك واحفادك الكل. ميرسي بوكو مدام نبيها، مبروك عليك البوندا شاقيمته 100 دينار من هدا اتصالات تونس. دونك عندنا سي محمد سياله في الدور النهائي، وعندنا مدام منيره بوزيان. سي محمد مازلت معنا؟ اكيد. لا اكيد. دونك سي محمد شارك مع سلمى هكا ولا؟ أيه. سي محمد تحب تحب نبدلوا والا نغيروا نبدلوا القرعه والا نواصلوا مع نفس الفريق؟ نقعدوا كيف ما احنا. دونك سي محمد ما تحبش هكا مبدا تبديل السروج فيه راحه؟ لا 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 لا. سي محمد مع سلمى. مدام منيره مرحبا بك يا مدام منيرة. بيك يا تحب تواصل مع نفس الفريق اي بالغايب ولا تبدل الفريق؟ نواصل. تواصل مع اي. مرحبا مدام منيرة. واضح. دونك نمشيو مباشرة للسؤال الأولوية، سؤال السرعة. اي سلمى يديكم على البزر. مدام منيرة سي محمد تقعدوا تسمعوا فقط. اي سلمى السؤال يقول حاضرين، أغنية يا مسافر وحدك هي للفنان سلمى. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب جواب صحيح. برافو سلمى. لا قوية في الموسيقى. وقتك ما يد الحناوي تقول لي قوية في الموسيقى. يلا أنت سلمى معك سي محمد. سي محمد. ظهرة فنانة. هي قالت بنت فنان. هكاها. لا هذيك ايه بالفنان. ايه ايه حتى تلمى وكي فنانه. اي صحيت ظهرت فنانه. يلا سي محمد عندك 30 ثانيه تتشاور انت وسلمى تعطيوني الاجابه قبل ما يوفى التوقيت. حاضر يا سي محمد. قدرة ربي ان شاء الله. بقدرة ربي. يلا 30 ثانيه سلمى ركزوا. السؤال يقول اقدم سلاله في العالم، سلاله في العالم ما زالت حاكمه، نلقاوها في أي دولة؟ الاقتراحات في تركيا، في إيران، ولا في اليابان؟ لليوم ما زلت تحكم سي محمد. أقدم سلالة في العالم ما زلت حاكمة، نلقاوها في أي دولة؟ تركيا، إيران، يابان. تركيا ليه؟ تركيا ليه أكيد نتبع هذا. اليابان نسبة كبيرة برشا ومعها شوية إيران. وانت رأيك شنو؟ حتى إيران نستبعدها، ما تبغي إليمناسيون اليابان. اليابان. قاعدين تجاوبوا باغ اليمناسيون بذكاء. باغ اليمناسيون ما عندكمش الاجابه. تركيا تو تو. ايران سي محمد. طيب شويه متخيله. طيب شويه بارابور الحضاره معناتها والثقافه اليابان السلالات معروفين غاديك برشا. دونك اكيد مسلقه سلاله ما زالت موجوده خاطر يحافظوا على التراث نتاعهم ويحافظوا على الموروث نتاعهم. واضح. اقدم سلاله في العالم ما زالت حاكمه، نلقاوها في دوله اليابان. جواب صحيح. برافو برافو سي محمد. برافو
سلمى نقطة أولى. نمشي مباشرة سؤال أولوية مرة أخرى. إيه يا سلمى سؤال يقول أكمل المثل: مصائب قوم عند قوم فوائد. فوائد جواب صحيح. هيا مدام منيرة. أيها هيا يلا منيرة حاضرة. حاضرة يلا عندك 30 ثانية مدام منيرة باش تعدل النتيجة. ركز تشاور انت وايه تعطيني الإجابة قبل ما يفوت توقيت السؤال يقول: من هو النبي الذي ولد مرتين؟ الاقتراحات: هل هو سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام، ولا سيدنا يونس عليه السلام؟ مدام منيرة عندك فكرة من هو النبي الذي ولد مرتين؟ سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام، ولا سيدنا يونس عليه السلام؟ انت عندك فكرة؟ عندي فكرة هكا سيدنا موسى. ليه فمش موسى، فما سيدنا يونس، سيدنا آدم، ولا سيدنا عيسى؟ هاي إن سيدنا عيسى بيان سور نستبعده، معناها سيدنا إنا بشوفش في سيدنا يونس الحقيقة. منشي من عرش سيدنا يونس. هاي مدام منيرة عندي حكاية الحوت. لي... عندك حكاية الحوت في بطن الحوت، ما خطر هو بلعته حوتة في البحر، دونك المعجزة بتاع سيدنا يونس مقعد بارشة في بطن الحوت، والدعوة اللي يقولها لا إله لا إله لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هي اللي خرجته من بطن الحوت. دونك تصورت ولد مرتين من بطن الحوت. سيد شبون صح يا سيدي. أي عندي شوية في الدين، نحب قصص الأنبياء. يلا منيرة شنو ولا منيرة؟ نورمال مو كيكة. نورمال مو كيكة اللي غايلة نورمال مو كيكة. ونورمال مو الإجابة صحيحة. جواب صحيح. سيدنا يونس عليه السلام بما أنه خرج من بطن أمه ومن بطن الحوت، دونك المعجزة ذيك اللي صارت له، دونك ولد مرتين. ايه نقطة لي كل مدام منيرة. سؤال اللي بشوفصل المباراة يا عندك يا عندها، توا ذراعك يا علاف. السؤال يقول: سانسيت باللغة العربية تعني الغروب. الغروب الغروب. برافو يا آية مدام منيرة. يلا يا مدام منيرة عندك 30 ثانية. سؤال يوصلك للألف دينار. سؤال يقول: أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به بعد وفاته. الاقتراحات: أمنا زينب بنت جحش، ولا أمنا أم سلمة، وإلا أمنا حفصة بنت عمر. مدام منيرة عندك فكرة شكون أول زوجات الرسول اللي توفيت بعد ما توفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ زينب بنت جحش، أو حفصة بنت عمر، أو أم سلمة؟ أم سلمة. أم سلمة عفوا. هاي بزرق. عودي الاقتراحات. ما عنديش إجابة الحقيقة. أمنا زينب، ولا أم سلمة، وإلا أمنا حفصة بنت عمر. أنا ما عنديش إجابة الحقيقة، ما نعرفيش المعلومة. هاي أنت التوقيت، أعطيني الإجابة منيرة. زينب. زينب بنت جحش. جواب نهائي. أي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به بعد وفاته، بين سيدة زينب، بين سيدة أم سلمة، وبين سيدة حفصة. اخترت سيدة زينب بنت جحش والإجابة صحيحة. برافو، مبروك عليك. ألف دينار من هدية تسالة تونس. مبروك عليك مدام منيرة. ألف دينار. سي محمد مبروك عليك البطاشة قيمته 100 دينار من هدية تسالة تونس. ميرسي بوكو. السلام عليكم برشا سلمى. ميرسي بوكو. ايه ميرسي بوكو. سفيان في الاخراج، تحية كبيرة لآية وشيحة في الاعداد. نسلم على ايمان ايهاب فريق FM TV وديجيتال. تلقاو غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت. رخصي ونسكل. باي باي.